أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أكد أمر ما يسمى جهاز مكافحة الإرهاب التابع لميليشيات الكرامة بمنطقة مرتوبة شرقية درنة أسامة الورشفاني أن إغلاق المنافذ البرية مع مدينة درنة مستمر حتى تحرير المدينة على حد زعمه. أضاف الورشفاني أن إغلاق الطريق ليست له أي علاقة بجثة الطيار عادل الجهني، إنما جاء قرار الإغلاق استجابة لنداءات أولياء الدم والقوات المساندة في طوق درنة على حد تعبيره. وأشار القيادي بميليشيات الكرامة إلى أن حركة التنقل وإدخال الغذاء والدواء لدرنة لا زال ممنوعا، مناشدا الأهالي بضرورة عدم المشاركة في أي تجمعات مدنية تطالب برفع الحصار. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أحمد القنصل إنهم طعنوا في مشروع الدستور بسبب تجاوز رئاسة الهيئة لآلية التداول على المسودة وعدم اكتمال الجلسة بصورة طبيعية. أوضح القنصل في تصريح صحفي الأربعاء أن تقديم الطعن المقدم إلى محكمة استئناف البيضاء وطعن إداري يتعلق بإجراءات اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه لا علاقة للطعن بدستورية مشروع الدستور وبنوده. تمكنت عناصر تابعة لنقطة الخمسة البحرية التابعة لحرس السواحل من انقاذ 106 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم لوكالة الأنباء الليبية بأن عملية الإنقاذ تمت على بعد 20 ميلا شمال الخمس، مشيرا إلى أن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي من بينهم 6 نساء وطفلان. أضاف قاسم أن المهاجرين تم تسليمهم إلى نقطة الخمس التابعة لحرس السواحل بعد أن قدمت لهم كافة المساعدات الطبية والإنسانية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخمس. أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو الأربعاء عن تقديم بلاده 11 طنا من المساعدات الإنسانية لمدينة صبراتا. ونقلت وكالة واكي الإيطالية عن ألفانو قوله أن هذه المساعدات وصلت إلى طرابلس على متن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الإيطالي، وستقوم السفارة الإيطالية بطرابلس بنقلها إلى مدينة صبراتا، مضيفا أن هذه المساعدات جاءت استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقه مستشفى صبراتا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.